اليوم قرر سيد نقيب هيئة المحامين بالرباط ومجلس هيئة المحامين بالرباط الانسحاب والتوقف عن العمل في محاكم الرباط لمدة ساعة وقيام وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وقفة تعبر عن الرفض القاطع لكل التكتيكات المرحلية الفاشلة من حيث التطبيع، وهذا جاء تنزيلا لنداء اتحاد المحامين العرب، المؤسسة العتيدة، المنظمة الدولية العتيدة للمحامين والدفاع المناصرة للقضية الفلسطينية، غداة الأحداث ومجزرة جنين والضفة الغربية. فعبر المحامون على تضامنهم مع القضية الفلسطينية، وهذا التضامن هو تضامن تاريخي منذ تأسيس المحاماة في هذه البلد، وكان للمحامين المغاربة اليوم يعني تذكير على أن الهيئات المغربية حاملة لمشعل المشروعية ومشعل المبادئ، بعيدا عن التكتيكات المرحلية الفاشلة التي أدت بهذا البلد إلى مغامرات التطبيع التي لم تستفد منها بلدنا، كما أن أقحمت قضيتنا الوطنية المشروعة في هذه المغامرة اللا مشروعة. واليوم رسالة واضحة على أن هيئات الدفاع يعني تظل ماسكة على المبادئ وماسكة على التعاقد الاجتماعي للمواطنين المغاربة، بعيدا عن كل الحسابات التي قد تذهب وتنحى إليها الحكومة أو أي مؤسسة أخرى. فهيئة المحامين هي ضمير هذا الوطن، وهي جزء لا يتجزأ من المنظومة الدستورية المغربية.